بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا ننتقل ونشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. ومنها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأيضا النهاردة كمان حتنطلق أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ، وأيضا هيتم صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يونيو. خلينا نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع نكمل الكلام. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع. كمان النهاردة هتنطلق أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب اللي هيعقد في مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وادوارتي باتشكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. المؤتمر هيشهد مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة. النهاردة كمان وزارة التعليم هتوفر مراجعات لطلاب سنة ثالثة ثانوي عبر البث المباشر، وهتكون متاحة لحد يوم السبت اللي جاي 18 يونيو في الجيولوجيا والكيمياء، وده استعداداً للامتحانات اللي هتبدأ في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو، وفي المواد الدراسية الأساسية يوم الأحد 26 يونيو. النهاردة برضو هيشارك أكتر من 3000 شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي. الاجتماعات دي بينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالعاصمة الإدارية، وبحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وكمان ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين، بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين. النهاردة هتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يونيو الجاري، وده في الوقت اللي بيتم فيه التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وده وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.